الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما غادي تشاهدوا معنا اليوم غادي نشارك معكم واحد التحليه كتجي رائعه رائعه بزاف ولذيذه. فلان مع كيسمى فلان او تحليه. المهم غادي تتابعوا الطريقه وغادي تشوفوا المكونات اللي عندنا. هاد فلان او تحليه كيجي رائع رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وما غاديش تستغناو عنه نهائيا. دا كيما غادي تشاهدوا معايا هنايا المقادير اللي عندي. عندي هاد فلان هذا هاد الماركه هذا هاد كواخ هذا كواخ هذا ديال اسبانيا. هذا كيجي رائع. هاد الماركه كيكون فيه 5 من الساشيات لداخل 5 من الشوبري. هذا دابا انا غادي ندير واحد الكميه كثيره. ممكن نتوما ديروا الكميه اللي تقد لكم لافراد العائله ديالكم. ممكن ديروا غير لتر من الحليب ونصف لتر من لاكريم فريش والسكر حسب الذوق. وهاد الشوبري هذا ديال كواخ هذا. وما غادي تتابعوا الطريقه. انا دبرت المقادير باش ندير واحد الكميه بزاف. غادي تتابعوا ان شاء الله. كيف كتشاهدوا معايا هذا هو هاد فلان هذا هو هاد الماركه هاد فلان كواخ هذا معروف راه موجود حتى في المغرب. كيتباع في المغرب كيجيبوه على برا كيتباع. المهم كيدخلوه مع على حساب مليليه او سبته كيدخلوه. كاين فيه هاد الشوبري هذا كيكون فيه 5. هذا كيمشي في نصف لتر من الحليب ولكن حنايا كندير ندوبلو. واخا نصف كيمشي في نصف لتر من الحليب كنديرو تقريبا كندوبلو شويه حنايا باش يجي لنا عاقد بزاف. غادي تتابعوا الطريقه ان شاء الله. كيجي رائع هاد التحليه هذا. المهم كنشعلو هاد النار مهيله. هنا عندنا هاد لتر من الحليب. ما غادي تشاهدو معانا كنكبوه هكا كيكون بارد بحال هكا. غادي نزيدو التانية. انا درت هنا الكمية كتيرة. كما ديرو الكمية غير قليلة ديرو غير لتر من الحليب ونصف لتر من لاكريم فريش. واللي كيحب لاكريم فريش ممكن يدير لتر من الحليب لتر من لاكريم فريش او يدير نص لاكريم فريش نص لتر من الحليب. اللي غادي اللي كيبغيه يجي عاقد مزيان مزيان كيجي واحد المذاق رائع رائع. كما ان شاء الله جربوا كما كتشاهدوا معايا على الطريقه هذه. كنفتحوا هاد لاكريم فريش هاد الماركه اللي عندكم ماركه اللي موجوده عندكم في البيت. هاد الشكل هذا غادي نكبوا دابا بحال هكا كما كتشاهدوا معايا. كما كتشاهدوا معايا ها هو كبيت هاد لاكريم فريش على هاد الشكل هذا بحال هكا حتى كنكبو ما كامل. غادي نزيد الثاني. شتي هاد لاكريم فريش كيجي عاقد. هذا راه ديال الكريمه. واش شي خاصه واخا. المهم كما شاهدتوا معنا درنا هادو 4 ديال الشوبري. دابا اللي كبيت ما كنتش كنصور. المهم يلا بديت. وما هما هادو هما 4 اللي استعملت. كما قلت لكم هادو غير الا بغيتوا تطبقوا هادشي اللي عندهم هنايا في هاد الصور. هذا هادشي سكيك اللي عندكم الا اللي فيه المقادير هنا اللور فيه كلشي الا بغيتوا تطبقوا هادشي. المهم كما شاهدتوا معايا درت 4. يعني عندي لتر من الحليب جوج لتر من الحليب لتر من لاكريم فريش. هنا دابا غادي ندير 5. خلي هاد غادي ندير 5. السكر كما قلت على حسب الحلاوه على حسب الذوق. حيت الكريمه اللي عندنا هنايا كيتباع في اسبانيا ما فيهاش الحلاوه كتكون مسوسه. انتما غادي ديروا الحلاوه على حسابكم السكر. كما شاهدتوا معنا درنا هنايا داك الشوبري ديال الطفلان ديال الكواخ هذا مع جوج لتر من الحليب نصف لتر من لاكريم فريش. كما قلت دائما هذا كيمشي في نصف من لتر من الحليب. انا دوبلت الشوبري باش يجيني عاقد شويه. ممكن نتوما ديروا الكميه صغيره ديروا غير نصف لتر من الحليب نصف من لتر من لاكريم فريش او لتر من الحليب لتر من لاكريم. انا درت انا كميه كثيره. غادي ندير جوج طاسات ديال الكواخ هذا كنحركو كنديرو القياس ديال السكر كيما قلت على حساب الحلاوه.
درت هنا 6 المعالق. المهم السكر على حساب الذوق، ممكن ديروه بالسوس. المهم كنبقاو نحركو وما نبعدوش عليه، كنبقاو نتحرك مع التحرك مع التحرك باش ما يلتقليناش هذاك الكريمه لتحت. وهذه كواخاضه هي كتحتاج تحرك اكثر من الفلان العادي، ما تبعدو ما تبعديش عليه حتى كيبقى يبدا تشوفو كيغلي، عاد تطفيو عليه حتى يبقى يدير فوقها. حركو فيه على الطريقه هذا حتى كنبقاوه غادي يبقى حتى كيفيد بحال هكا. ملي كنحركو ما كنحيدوش يدينا عليه بحال هكا، غير كيتغلى يبقى يدير هذوك الفقاعات، كيتغلى مزيان عاد كنوقفو عليه بحال الطريقه هذا. ها هو بقى كيطلع هو كيفيد. دابا حنا كنحركو فيه، كنحركو على الطريقه باش ما يلصقليناش لتحت، باش ما يلصقليناش لتحت. كتعرفو كواخاضه ولا كريم فريش كيلصق في الطنجره، وحنا كنديرو بالطريقه هذا. صافي هو هو يبدا في الغليان، حنا غادي نطفيو عليه. النار هنا كتكون متوسطه باش يفيد لينا دغيا هاد الكواخاضه هذا. نحركو في الجناب كما كتشاهدوا معايا، هو الحليب هاد الكواخاضه كيغلي مزيان كيفيد. هذا كاع ما خليتوه كيغلي كيفيد مزيان، كيجي القوام ديالو رائع، ولكن مع التحراك دابا غادي نطفيه كما شاهدتوا هو طلع بحال هكا. صافي ضاف الحجم ديالو من بعد ما كيغلي بحال هذه الطريقه، لكن مع التحراك دائما كما قلت كاع ما خليتوه يفيد مزيان حتى كيفيد، القوام ديالو كيجي عاقد مزيان. حنا طفينا عليه، غادي نهزو فاش غادي نكبوه ان شاء الله. هذا هما المول اللي غادي نستعمل، هاد الماركه هذه معروفه عندنا في المغرب. كما كتشاهدوا معنا دابا غادي نكبوا في هاد المول اللي عندنا، هذا هو باقي سخون. غادي نديروا في هاد المول نخليوه حتى كيبرد مزيان على الاقل شي 5 السوايع او ليله كامله، كنخليوه الا بغيتو توجدوه الغد ليه كان ممكن نخليوه حتى كيتماسك مع بزاف وكيبرد، وكنقدموه لكم على هذا الشكل هذا. ممكن نخليوه كنديروه في الثلاجه يبرد كما كتلاحظوا معنا، من بعد ما كيوجد كنقدموا عليكم على هذا الشكل، وكنزينوه باي تزيين عندكم موجود. هنا كنزينوه باللوز والكراميل على الطريقه هذه. نتمنى ان اعجبكم ان شاء الله، وتبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وما تبخلوش عليا في الجيب. وكنقول لكم شكرا وبالصحه والراحه مره اخرى ان شاء الله.